يلا هاي 16 او 18 تمام. اول شيء بدنا نخلص من مين اللي مجنب الاكس، هذا الحد الثابت هو ايش؟ زائد 6. شو عكس الزائد 6؟ ناقص 6. بتروح بتعمل على الجهتين ناقص 6 تمام، بشطبوا بعض. طيب شو بصير الجواب؟ 2x بتضلها لحالها بتساوي 18 ناقص 6 قديش؟ 12 صح؟ طيب بدنا نخلي الاكس لحالها ماشي. 2 بين الاثنين والاكس شوفي عندك في ضرب صح، 2 ضرب اكس شو معناتها هاي؟ هاي معناتها 2 ضرب اكس. طيب كيف بدك تخلص شو عكس الضرب؟ عكس الضرب هي القسمه صح، معناته بدك تقسم الجهتين على 2. 2 مع 2 بتروح الاكس بتساوي 12 تقسيم 2 كم؟ 6، معناته لقينا جواب اكس كويس. طيب خلينا ايش نصعب شوي المثال. لو جيت وقلت لك عندك 3 وعندك 3x زائد 2 بتساوي 42. خلينا نشوف شو قصه هاي. الثلاثه برا القوس هاي بدك توزعها ماشي، لازم توزع قبل ما تبلش شيء، تضربها هون وتضربها هون كويس. يعني 3 ضرب 3 قديش؟ 9x ماشي زائد 2 ضلت زي ما هي بتساوي 42. يلا من مين نخلص، من 9 ولا من 2؟ قلنا دائما نخلص من الحد الثابت. شو عكس الزائد 2؟ ناقص 2 بتحطها على الجهتين صح؟ ايش بتروح؟ انا كاني ناقل المساله كانه نقلتها غلط. ثواني شوي اسف شو هاي؟ لا ثواني في شيء غلط ثواني، ما حدا اوكي ما حداش نبهني اه. طيب شباب لما نعمل ضرب بدنا نعمل الثنتين، 3 ضرب 3 اكس 9 اكس، 3 ضرب 2 6 ماشي، 3 ضرب 2 قديش؟ 6 42. طيب من مين بدنا نخلص، من 9 ولا من 6؟ قلنا دائما نخلص من الحد الثابت. شو عكس الزائد 6؟ ناقص 6 ماشي، ناقص 6 على الجهتين بشطبوا بعض. مره ثانيه نعيد شو عملنا. اول شيء عملنا وزعنا 3 ضرب 3 9 اكس، 3 ضرب 2 6 يساوي 42. بدنا نخلص من قلنا الحد الثابت، شو عكس الزائد 6؟ ناقص 6. ناقص 6 بتروح يلا 9 اكس تساوي 42 ناقص 6 قديش تعطيك؟ 63 تمام؟ يلا 63. هسا بين التسعة والإكس شوفي عندك في عندك ضرب، شو عكس الضرب؟ القسمة، بتقسم على 9 تقسم على 9 بتروح الإكس بتساوي 36 على 9 قديش؟ 4. حلوة؟ حلوة نكمل. اثنين ناخذ مثال ثاني، اثنين بقوس اكس على خمسة، هاي خمسة بس اوكي هاي خمسة ناقص سبعة بتساوي سالب 16 تمام. نشوف كيف نحلها. اول شيء زي ما تعلمنا بدنا نوزع ايش؟ ما داخل القوس ما برا، ما خارج القوس قصدي ايش؟ بتضرب صح؟ اثنين طبعا بالضرب هاي انت بتضرب ايش؟ البسط بالبسط، ما تضرب بالمقام يعني كيف؟ نيجي هون على جنب. اثنين ضرب هاي خلينا نحطها نجم الضرب ماشي مشان ما نخربط بينها وبين الاكس على خمسه، يلا على واحد واضرب. اثنين ضرب اكس اثنين اكس على واحد ضرب خمسه خمسه، كم الجواب بيطلع؟ اثنين اكس على خمسه تمام؟ ناقص سبعه ضرب اثنين 14 تمام؟ بيساوي سالب 16. يلا من مين بنخلص؟ قلنا دائما بنخلص من الحد الثابت. شو عكس السالب 4؟ ركز هاي سالب بتحط تحتيها ايش؟ موجب 14 موجب 14 ماشي؟ هذول ايش؟ بشطبوا بعض. يلا 2 على 5 اكس بتساوي سالب 16 وزائد 14 سالب 2 كويس؟ منيجي هون؟ هسا هون كانوا سهلات، ليش سهلات؟ يعني 9 اكس بين التسعة والاكس في ضرب، كيف بتخلص؟ تقسيم. هون مثلا 2 اكس كيف تخلص منها؟ بالتقسيم. هون لما يكون عندك كسور شو بتروح بتعمل؟ الكسور حلها شو بيختلف ماشي؟ كيف بيختلف؟ بتروح بتضرب بالمقلوب تعكسها، يعني كانت 2 على 5 بصير 5 على 2، تضرب الجهه الثانيه بنفس القصه 5 على 2. مره ثانيه بنعيد كلامنا، اذا عندك كسور زي 2 على 5 بدك تخلص منها، كيف بتخلص منها؟ بالمقلوب ماشي؟ تضرب ضرب 5 على 2 والجهه الثانيه بتعمل نفس الحركه. ليش عملنا هاي المقلوب؟ الخمسه مع الخمسه بشطبوا بعض والاثنين مع الاثنين بشطبوا بعض، بتظل الاكس ايش؟ لحالها.
ممتاز، هذا المطلوب انها تكون الاكس ايش لحالها. في داعي لتوحيد المقامات بالضرب؟ اكيد لا. 2 ضرب 5 10، في كان سالب اتركه. 1 ضرب 2 2، 10 تقسيم 2 5 سالب. ليش سالب؟ مش كان في عندك سالب. تمام يا شباب؟ طيب اللي عنده سؤال يرفع ايده. خلينا نختار شباب، ما حدا يفتح المايك الا البنادي عليه. تمام، طيب خلينا بس نشوف الكومنتات ثواني شوي بس. طيب ديانا، ماشي هسه بدي الشرح يا ديانا. اليوم الوحدة الثالثة، اوكي تفضل يا تفضل يا ديانا. نصبة؟ اسمك ديانا؟ لا. طيب خلاص بس ممكن تعيد الشرح؟ ماشي هسه بعيد ابشر. تمام الله يسعدك. طيب يا قتيبة، قتيبة تفضل. استاذ ماشي يا ديانا، بعيد السؤال الاخير. تفضل يا قتيبة. استاذ ماشي يا اسمي، راح اعيد المثال الاخير. نعوض تعويض يا استاذ، نضرب اللي برا الاقواس في الاقواس اللي جوا. تضرب اللي جوا، فهمتها؟ مثلا زي هاي 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 2 6، ونزلهم بتنزل اللي ضربت نزلهم. نعم بتنزل حلهم، بعدين تخلص دائما من الحد الثابت. مين الحد الثابت؟ اللي هو زائد 6. شو عكس زائد 6؟ ناقص 6. تحط الناقص 6 على الجهتين وبتكمل حل. خلاص شكرا يا استاذ، اهلا وسهلا فيك. طيب نزل ايدك اخوي مشان تخلي مجال لغيرك. زينة تفضل يا زينة، تفضل يا زينة. اخر سؤال ممكن تعيد لي اياه لو سمحت؟ مش فاهميته. ماشي هسه بعيد اخر سؤال. طيب ابراهيم عرفات تفضل. تفضل ابراهيم. استاذ ممكن تبعث الرابط ابدر بشوي، عشان هسه انا جيت وقيت الدرس مبلش. الرابط ما بتغير، الرابط ثابت، يعني كل الحصص الرابط نفس الرابط، بتغيرش الرابط. فهمت علي؟ خلاص الرابط القديم المرة الماضية فتحته هو نفسه اللي بتفوت عليه مشان اللايف هذا. تمام استاذ عيده. ماشي هسه بعيد اخر مثال. ماشي يلا خلينا نروح نعيد. اوكي خلوني امسح دقيقة شوي. هاي المساحة بتغلب المساحة. اوكي مساحة هاي. اول شيء جانا السؤال زي هيك، في عندك اثنين برا القوس. احنا حكينا لما يكون عندك رقم خارج القوس ايش بتروح ايش بتعمل؟ ضرب، صح؟ بدك توزع اثنين ضرب هاي واثنين ضرب هاي. طيب نيجي على هاي، اثنين ضرب اكس، اثنين اكس، اترك الخمسة تحت ما لك فيها. ماشي اترك الخمسة تحت، انت بتضرب ايش؟ بسط بسط. ناقص اثنين ضرب سبعة، هاي اشارة ضرب. اثنين ضرب سبعة قديش؟ 14 بيساوي سالب 16. تمام؟ يلا من مين بدنا نتخلص؟ من الحد الثابت اللي جنب الاكس. شو في عندك؟ ناقص 14. شو عكس الناقص 14؟ بتحط تحتيها زائد 14، بتحط الجهه الثانيه زائد 14. بروح خلصنا منها. 2 على 5 اكس بيساوي سالب 16 وزائد 14 قديش؟ سالب 2. تمام؟ طيب نيجي نكمل حل. نيجي هون مشكلتي هسه بالكسر. لما كان زمان مثالين القديمات يعني كانت 9 اكس كان سهل تخلص من التسعة. ليش؟ مش انه بين التسعة والاكس في ضرب كنا نقسم، صح؟ حالة الكسور لما يكون قدام الاكس كسر، ماشي، المعامل عبارة عن كسر، تضرب بالمقلوب. شو قصدي بالمقلوب؟ شو عكسهم؟ عكسهم، بيصير 5 على 2. بتضرب الجهة الثانية بنفس القصة، 5 على 2. ليش عملنا هاي الحركة؟ مشان الخمسة تشطب الخمسة والاثنين تشطب الاثنين. فهمنا ليش نضرب بالمقلوب؟ مشان يلغوا بعض، فبظل الاكس لحالها. يلا نكمل. الاثنين حطها واحد، في داعي لتوحيد مقامات الضرب؟ اكيد لا. بتضرب الاثنين ضرب خمسه تعطيك 10، ماشي، وواحد ضرب اثنين اثنين، بظل بس الجواب خمسه، اسف 10 تقسيم اثنين كم؟ خمسه سالب. هيك بكون الجواب النهائي. تمام؟ وصلت شباب الاخيره؟ ظل حد عنده سؤال؟ تفضل يا بيلسان.
تفضلي بيلسان. بيلسان الصباح. أستاذ أنا عندي سؤال، هسه مش صح إن 3 دروس معادلات، ماشي. أنا بخربط هلأ. مثلا كمثال الدرس مثلا إكس واي زائد مثلا 3 إكس واي، هلأ بنجمعهم عادي صح؟ ماشي بصير 3 اكس واي. هلأ بس بالضرب مثلا بيكون عندك 2 إكس زائد 4 إكس، بنحط فوقه يعني لا 2 مرة ثانية مرة زائد ثانية 4 يساوي 6، بصير طولي بالك إكس. طولي بالك طولي بالك طولي بالك، شو شو شو، عيد المثال خلينا نكتبه قديش. هلأ بالضرب عندنا ماشي 2 ماشي إس اس ضرب الضرب بدي احطها نجمة. ماشي ضرب 3 إس. 3 اس ممتاز. 2 ضرب 3 ستة. 6 اس ضرب اس 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 2. ليش اس 2؟ عشان هاي اسس، اسها واحد اسها واحد، في حالة الضرب تجمع الاسس، 1 زائد 1 2. خلاص تمام. وصلت؟ يعني الجمع بنخليها زي ما هي عادي، بنزلها اما بالضرب ايوه بنكتبها بالضبط اسس. صحيح. خلاص تمام، شكرا استاذ. اهلا. طيب اللي حكت شفت كومنت قبل شوي، بتضرب بخمسة، نعم بتزبط الطريقة هاي أستاذ، لو إحنا ضربنا نعم بصير. حسب فرجيكي كيف، خلينا أوكي تزبط الطريقة هاي شباب، اللي هي إيش؟ نفس المثال اللي هي قديش، 2 إكس على 5 يساوي سالب 2. تضرب بخمسة تضرب بخمسة، بشطب هذول بعض، بضل عندك 2 إكس بيساوي سالب 10، تقسيم 2 تقسيم 2، بطلع معك نفس الجواب اللي كتبت الكومنت. ماشي بيطلع معك نفس الجواب، فنفس طريقة الحل وما بتفرق، الطريقتين صحيحات. طيب ماشي يا شباب خلونا نكمل. اوكي ثواني شوي. تحملوا بس شوي. اوكي ناخذ مثال ثاني. لو اجاك 2 على 3 بإكس ناقص 5 بتساوي سالب 5 زائد إكس، تمام؟ خلينا نشوف شو بدنا نعمل هون. مشكلتي مين مضايقني؟ الثلاثة صح اللي تحت. لو ضربت كل إشي بثلاثة بتروح ولا ما بتروح؟ بتروح صح؟ كيف يعني؟ بدك تضرب هاي الجهة بثلاثة والجهة الثانية إيش؟ ضرب ثلاثة. كويس؟ ثلاثة مع ثلاثة بلغوا بعض، بضل عندك إيش؟ 2 في إكس ناقص 5، تمام؟ بيساوي 3 ضرب سالب، يعني بس بصير عندك سالب 3، 5 زائد إكس. ركزوا معي شو عملنا، شايفين كسر هذا؟ تخلصت من الثلاثة. كيف تخلص منه؟ ضربت بثلاثة ماشي، مشان يطير من هون، يعني بخلص تخلص من الثلاثة. بضل عندك الاثنين قوس إكس ناقص خمسة يساوي سالب 3، جبته هون ماشي، ضل القوس زي ما هو. هسه ايش؟ بتروح ايش؟ بتوزع. يلا 2 ضرب إكس 2 إكس، 2 ضرب 5 10، سالب 3، ركز هون في سالب، سالب 3 ضرب 5 سالب 15، سالب 3 ضرب إكس سالب 3 إكس. حلو؟ حلو. هسا هاي كانت تفرق عن المسائل اللي قبل، ليش؟ مشان في عندك أكثر من إكس ماشي. شو بتروح بتسوي؟ بجيب الإكسات مع بعض، يعني اخلص من هاي الإكس وديها هون، كيف بدك توديها؟ شو عكس سالب 3 إكس زائد 3 إكس؟ هون شو بدك تحط؟ زائد 3 إكس، هذول بيلغوا بعض صح؟ يلا 2 إكس زائد 3 إكس 5 إكس ناقص 10 بتساوي سالب 15. كويس؟ يلا كنا نخلص من مين؟ اللي جنب هذا الحد الثابت اللي جنب الإكس. شو عكس الناقص 10؟ زائد 10 زائد 10 بتروح 5 إكس بتساوي سالب 15 زائد 10 سالب 5. هسا كيف بدنا نخلص بين الخمسة والإكس؟ في ضرب، شو عكس الضرب؟ القسمة صح؟ هذول بلغوا بعض، بصير الجواب النهائي هاي هيك سهم، إكس بتساوي 5 على 5 1، وفي عندك سالب، يعني الجواب سالب 1. مع الشباب. طب اللي عنده سؤال يرفع إيده، اللي ما عنده نزل الإيد مشان نفتح مجال لغيرنا.
طيب خلينا نختار واحد. علي عوادين، تفضلي علي. مرحبا أستاذ. تفضل، أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. لما وصلنا لك عند التليفون وفتحت الحصة، كانت لها الحصة مبلشة أول ربع ساعة، فما لحقت، في أشياء راحت علي ما كنتش فاهمها. تمام. شوف شو علي شو بتسوي، بس تخلص الحصة راح ينزل رابط ماشي للفيديو تبع اليوم اللي للحصة هاي اللي احنا هسه فيها. تمام يا علي؟ تمام. بتروح تحضرها من اليوتيوب، بس يعني انت راح تحضر بس الربع ساعة ضيعتها، ما راح تحضر فيديو كامل. انت فاهم علي كيف؟ تمام، شكرا لك أستاذ. وصلت؟ اهلا وسهلا فيك أستاذ. أنا مش فاهم التحقق. التحقق ماشي، هسه بخليك. اي سؤال، اي صفحة؟ صفحة 69. 69. اي واحد؟ واحد ولا اثنين؟ في اقوال كمان جواتها. ما حليته قبل شوي، هسه حليته بالمثال قبل شوي، نفسه. اوكي خلاص ماشي. تفضل يا عبد الله. الله يجزيك فضلك استاذ حسن. انت يعني كل يوم تفتح حصص، تفتح الصف السابع؟ لا، يوم بعد يوم، يوم يوم لا. بس هسه انا اجاني رابط، يعني اول مره يوصلني، فاهم كيف؟ اجاني الرسائل، كيف بدي اظل كل يوم بعد يوم احضر حصه؟ انا بحكي لك المواعيد، اليوم في عندنا حصه، والحصه الجاي هي ايش؟ يوم الاحد. الاحد على الساعه 6 المساء. تمام ماشي. تمام شكرا استاذ. في مواد ثانيه لا لا لا، شباب صرنا كلنا نحكي مع بعض. تفضل يا فرح. لو سمحت بدي تشرح لي آخر مثال وبنك الأسئلة. بنك الأسئلة موجود بالمنصة، يعني لما تفتح الصف السابع وتحت الحصة بتلاقي موجود. هسه راح يجاوبوك تحت بالكومنتات كيف تلاقي بنك الأسئلة. أستاذ في عربي وإنجليزي؟ لا، حاليا اللايفات بس إنجليزي. آسف بس رياضيات. آسف، اللايفات حاليا بس رياضيات. نعم تفضل. صفحة 69 بعد التحقق. فهمي السؤال اللي تحت، مش فهمه سؤال واحد تحت هذا. طيب طول بالك، خليني اقربها الصبح منه. ثواني بس اجيب ورقة. ثواني خليني اكتب السؤال. ثواني استاذ، وين مثلا هذا؟ ايوه هذا هو اللي حليته قبل شوي انا. ايوه هسه ايوه البورت. طيب استاذ ان شاء الله تعيد الشرح بسرعه لاني هسه دخلت اللايف. طب هسه بقول لك مثال يشبهه بلا تحقق من فهمي. طول بالك استاذ، ثواني شوي سوا خليني اكتب السؤال بس. لو سمحت. تفضل. نعم نعم تفضلي. أستاذ أي درس هذا؟ هذا درس الأول. طيب يا أستاذ كيف مثلا بيجينا السؤال؟ بيجيك حل المعادلات الآتية وبتجيك أمثلة زي بالكتاب. طيب أستاذ هو بيحط هذا رقم أعوض فيه إكس؟ كيف أي رقم؟ الحصة الجاية يا ياسمين يوم الأحد على الساعة 6. أستاذ الدرس هذا؟ طيب شباب صار إزعاج، أنا ما بقدر أصلا أكمل واحد. الحصة موعد الحصة القادمة يوم الأحد على الساعة 6. تمام؟ طيب جود بخليكي بس كمان شوي، خلينا نحل السؤال هذا. نحل سؤال بيشبه هذا اللي حليناه هسه. خليني بس أكتبه. ثواني شوي. عندنا ناقص 2 ناقص 6 ناقص كي بيساوي 1 على 4 كي زائد 13. طيب. اول شيء حكينا بدنا نخلص من اللي تحت المقام، فشو بتسوي؟ بتضرب هاي باربعه، بتضرب هاي الجهه باربعه، الاربعه مع هاي بتروح. تمام، تيجي هون 4 ضرب 2 سالب بظل ماشي بيساوي كي زائد 13. ليش شلت القوس؟ مشان واحد خلص، ما في يعني واحد ما لهش قيمه، ما بياثر عليها. هسه هاي ايش قلنا؟ بدك ايش؟ تضرب ماشي. يلا ناقص 8. تمام، وين راحت؟ طيب ماشي بقى نكمل. ناقص 8 ضرب سالب 6، السالب والسالب بتروح ماشي،
طلع قديش جواب؟ 48. سالب 8 ضرب سالب كي، السالب والسالب برضو بروحه بصيروا زائد، 8 ضرب كي 8 كي بساوي كي زائد 13 والله زي ما هي. اخلص من الكي وديها الجهة الثانية، كيف توديها؟ عكس الزائد كي ناقص كي ناقص كي بروحه من هون. تمام؟ طيب ال 48 8 كي ناقص كي كم؟ 7 كي بتساوي 13. هسه اخلص من مين؟ الحد اللي مجنب السبعة كي، يعني تخلص من هاي ماشي، وتخلص من مين؟ واسف مش تخلص، وديها الجهة الثانية. تمام؟ طيب هذول ايش بلغوا بعض؟ السبعة كي بتساوي اوكي اطرحهم من بعض بيطلع 35، وإشارة الكبير اللي هي سالب. طيب تقسيم سبعة، تقسيم سبعة بلغوا بعض كي بتساوي 35 تقسيم 7 5 والإشارة سالبة. تمام؟ طيب شباب هيك بنكون خلصنا إيش الدرس الأول، وصلت اللي هو حل المعادلات. طيب خلينا نشوف إيش الدرس الثاني. أوكي نمسح. طيب الدرس الثاني اللي هو إيش الكسور العشرية الدورية. هذا الدرس كثير سهل. شوف راح يقول لك، يجيك السؤال اكتب ماشي الكسر العشري ايش على العشري الدوري مثلا. اوكي الدوري مثلا 0.4 دوري على صورة A على B. تمام خلينا نشوف شو القصة. طيب في لها خطوات بدك الله بينك شو تحفظها، بس سهله يعني مش اول شيء راح تقول اكس بتساوي شايفين هاي افرطها. شو قصدك افرطها؟ شو معنى شحطه فوق الاربعه؟ معناتها الاربعه بضلها تكرر حالها من اسمها دوري. شو معنى دوري؟ بضلها تعيد حالها، بتعيد حالها بشكل مستمر. فهي فعليا 0.444 بتضلها ماشيه كويس. تمام شو بتروح تسوي هسه؟ اضرب هاي بعشرة. ليش بعشرة؟ بدي اياك تحرك الفاصلة مرة واحدة مشان الاربعة تيجي لهون. تمام؟ معناته ضرب عشرة اكس ضرب عشرة بتعطيك عشرة اكس، هاي ضرب عشرة يعني هاي هون اضرب بعشرة هون ايش اضرب اوكي خلنا نعملها هون اضرب بعشرة. شو معنى ضرب عشرة؟ حرك الفاصلة الى اليمين، تحريك الى اليمين. مرة ثانية شو معنى ضربت بعشرة؟ حركت لليمين، بصير 4.44 لا بضلها ماشية كويس؟ ممتاز. خلي العشرة إكس زي ما هي، تيجي هون هاي تخيلها زي 4 ليرات و40 قرش، تقدر تفصلهم؟ بتقدر تودي الدنانير لحال وال44 قرش إيش لحال، إيش تودي كل واحدة لحال صح؟ مرة ثانية الخطوات، أول خطوة بمسك هذا الرقم بفرطه. شو قصدي بفرطه؟ بكتبه إيش كل واحد لحال 4-4-4-4-4. ليش حطيناها 4-4-4-4؟ مشان فوق الأربعة في عندك شحطة. شو معنى هاي الشحطة؟ الأربعة بتظلها تكرر حالها، بتكرر حالها. طب بنسميها X بتساوي وبتحطه زي ما هو. طب بتروح تضرب 10. ليش ضربنا بعشرة؟ مشان تحرك الفاصلة مرة واحدة. ها شو القاعدة؟ تحريك إلى اليمين كويس؟ طيب بصير 10 اكس بتساوي حرك لليمين الفاصله هيك تجي بصير قديش 4.44. طيب تخيل هاي زي 4 ليرات و40 قرش، تقدر تفصل الدنانير عن القروش؟ تقدر تقول 4 زائد ايش القروش لحالها 44 قرش صح. تمام طيب شايفين هاي 0.444 هي نفسها اللي فوق، مش احنا اول ما بلشنا السؤال حطينا 0.444 هاي بتضلها ماشيه للابد. شو سميناها؟ سميناها اكس. طيب روح حطها بدل هذا الكلام، يعني حط هون بدلها ايش اكس، رجع قيمتها شو كانت اكس، حلها صارت معادله ناقص اكس ناقص اكس بتروح من هون 10 ناقص اكس 9 اكس بتساوي 4. كيف تخلص من 9؟ تقسيم 9 يمكن مش واضحه دقيقه شوي خلينا نكتبها. طيب هاي 9 اكس بتساوي 4 تقسيم 9 تقسيم 9، كم جواب x بتساوي 4 على 9؟ فعلا قدرنا نكتبه على صورة A على B. شو قصده A على B؟ رقم تقسيم رقم. هاي شايفينه؟ هذا الجواب النهائي. بعرف شوي طريقة غريبة بس هسه بحل لكم مثال ثاني عليها.
صح. نفس السؤال، اكتب الكسر الدوري 0.1 دوري على صورة A على B. نفس الخطوات، اول شيء بتمسك الاكس بتسميها وبتفرط لهذا صفر، وشو معناته؟ 1 1 1 1، بظلها ماشية للأبد. ماشي، اضربها بعشرة. ماشي، ليش ضربنا العشرة؟ مشان نجيب اللي بهذا الدوري، نجيبه لو هذا الرقم اللي بظل يكرر حاله، نجيبه كعدد صحيح. ضرب عشرة، شو معنى ضرب عشرة؟ حرك الفاصلة إلى اليمين، تمام؟ صارت 10x بتساوي 1.1111، تمام؟ كثير كويس. هاي زي دينار و11 قرش، تقدر تفصلهم؟ بقدر أفصلهم، يصير 1 دينار زائد 11 قرش. طيب؟ هاي ال11 قرش هي نفسها بالبداية، شو سميناها احنا بالبداية؟ سميناها X، يعني بترجع جوابها ايش؟ X، 1 زائد X، حلو؟ طيب، ناقص X ناقص X بتروح 10 ناقص X 9X بتساوي 1. يلا تخلص من 9، تقسيم 9 تقسيم 9، بشطبوا بعض، الإكس بتساوي 1 على 9. ما أنت شو الجواب؟ 1 على 9 اللي هي صورة A على B. خلينا نشوف إذا حد عنده سؤال بالنسبة للدرس هذا، أو يعني مش للدرس هذا بس الفكرة هاي مبدئياً. شباب اللي رافع إيده من المرة الماضية ينزلها. شو صار في كومنتات كثير، بس خلينا نقرأ الكومنتات بالأول. أستاذ ممكن تحل؟ طيب هسه بحل أسئلة ثانية، إذا يطول بالك ماشي راح أحل أسئلة. أستاذ أنا جوكو. أوكي هلا أستاذ انتقل. بحل بالمثال الأول كنت، نعم صحيح. أوكي ماشي. خليني نختار حدا يشارك، أو إذا حد عنده سؤال تفضل. ما حمزة هسه بعيد، حمزة هسه بعيد. طيب يا خلينا نشوف سوزان. سوزان تفضل يا سوزان. تفضل يا سوزان. ممكن تعيد آخر مسألة خليتها؟ يلا هسه بعيدها. ماشي هسه بعيدها. أستاذ؟ نعم تفضل يا أمل. هلا في سؤال كان عندي إنه تعيد الحل 2 دوري لما يكون مثلا، يعني انا ما بقدر احكي 2 على 9 لانه كل جواب بقامه 9 امتحان مثلا. ما لا 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 مش دائما 9 ثابته. لا لا دير بالك هسه بعطي، هسه راح ناخذ مثال ثاني لما يكون في اعداد ثانيه دوريه وما راح يطلع معنا 9. السلام عليكم. مش قاعده هاي. لا لا استاذ تفضل محمد. استاذ ممكن تعيد اخر؟ ماشي ماشي هسه بعيد اخر مثال. ماشي هسه بعيد استاذ. ماشي يا سمير هسه بعيد اول اخر مثال. تفضل يا محمد. ماشي بقى خلينا نعيد المثال الاول، قصدي الثاني. اوكي الفكره هون انه ايش تعمل. خلينا امسح. ماشي طول بالك. اوكي بيجيك سؤال ايش؟ كسر عشري دوري وبيحكي لك اكتبه على صورة A على B، تمام؟ إلها خطوات ثابتة يعني. ماشي بس افهم معي. أول خطوة راح تسميه X وبتفرطه، تمام؟ أول خطوة شو بدنا نسوي؟ بدنا نسميه X وبدنا ايش؟ نفرطه. خلوني أكمل مسح. اوكي شباب المايكات معلش. طيب يلا شو اللي كان الدوري؟ 0.1 دوري. شو معنى 1 دوري؟ الواحد رح تظلها تكرر حالها، بتروح انت بتسمي اكس بتساوي بتفرضه. يعني شو قصدي تفرضه؟ اكتب لي اكثر من مره، تمام؟ يلا خلصنا منه. هسه مين العدد اللي تكرر؟ اللي تكرر هو فعليا الواحد، صح؟ رقم يعني رقم وحيد اللي تكرر. هون تكرر الواحد كانت تكرر حالها، المثال اللي قبله 4 كانت تكرر حالها، فبتضرب الجهتين ب 10، تمام؟ ليش بعشرة؟ يعني صفر بيمثل منزلة واحدة، تمام؟ طيب 10 ضرب إكس 10X. يلا شو معنى الضرب 10؟ حرك الفاصلة إلى اليمين مرة واحدة، كتبناها هون حرك إلى اليمين، تمام؟ فشو بصير؟ 1.1111 وبتضلها ماشية للأبد، تمام؟
هاي حكينا هاي تقريبا زي دينار و11 قرش، بتفصل تقدر تفصل الدينار على 11 قرش. نعم بيصير كيف 1 زائد 0.11 ماشي. شايفين هاي اللي هون اللي هاي بأشر عليها قاعد، هي نفسها الاكس، واحنا بالبدايه حكينا اكس تساوي الرقم هذا المفروض صح، فزائد ايش اكس برجع بكتبها زي ما هي. حلها كيف بدك تحلها؟ ناقص اكس ناقص اكس بتروح هاي 0 مش 16، 10 ناقص اكس 10 اكس ناقص اكس 9 اكس بتساوي 1. اخلص من 9 تقسيم 9 تقسيم 9 بتروح اكس بتساوي 1 على 9، يعني العدد الجواب النهائي 1 على 9. تمام. طب خلونا نشوف اذا حد عنده سؤال. الوحده الثالثه، نعم يا شباب احنا حاليا بالوحده الثالثه الدرس الثاني. طب رياض الهلالات تفضل. ممكن تعيد المساله الاولى؟ هي الاولى نفس الثانيه ما تفرقش، بدل 1 4. مش فاهمه لاني. طيب ماشي هسه بعيد بشكل سريع، ركز معي. شكرا استاذ. نعم لو سمحت استاذ. نعم تفضل. كم باقي للحصه؟ باقي لها ساعه. السلام عليكم. لسه قبل شوي بلشت. طيب يا شباب نعيد المثال الاول. اول شيء ايش بتاخذ 0.4 دوري. شو معنى دوري؟ الاربعه بتكرر حالها، فبتروح تكتب اكس بتساوي 0.44444 تمام. بعدين بتضرب ب10. ليش ب10؟ بدك مين الرقم اللي كان يكرر حاله؟ الاربعه. من الاربعه مش منزله واحده، تضرب ب10. هسه راح ناخذ مثال ثاني بيكون في عندنا منزلتين بكرروا بعض ماشي. مبدئيا خلينا ناخذ ايش منزله واحده، مين كان يكرر حاله؟ الاربعه تمام. فبنضرب بقديش؟ 10. طب ضربنا ب10 ب10 على الجهتين، فصارت 10 اكس بتساوي حر. شو معنى ضرب 10؟ حرك الفاصله الى اليمين، بس قديش؟ 4.44 تمام. طيب حكينا هاي زي الاربع دنانير و44 قرش، تقدر تفصلهم عن بعض؟ اه تقدر تكتبها 4 زائد ال44 قرش تمام. طيب شايفين هاي؟ هاي هي نفس الاكس البدايه. شو معنى 0.44 رايح للابد؟ هي نفس الاكس، فرحت استبدلتها بايش؟ اكس. فصار عندك 10 اكس يساوي 4 زائد اكس. كيف بتحلها؟ اخلص من مين؟ من الاكس. ناقص اكس ناقص اكس على الجهتين، هذول بشطبوا بعض. 10 اكس ناقص اكس 9 اكس، والاربعه نزلت تقسيم 9 تقسيم 9 بيطلع لك الجواب 4 على 9 تمام. طيب اوكي خلينا نشوف كمان مثال. اوكي لو يجي خلينا نمسح. لو جيت قال لك السؤال اكتب الكسر الدوري العشري 0.81 ركز 8 والواحد عليهم شخطه ماشي على صوره اي على بي تمام. خلينا نشوف شو القصه. اوكي اول شيء نفس الخطوات، اكس بتساوي بتفرط لي اياها. شو قصدي تفرط لي اياها؟ بس ركز هون، مين المكررات؟ الثمانية والواحد. الثمانية واحد ثمانية واحد ثمانية واحد بظلها ماشية هيك للأبد. ليش عملت هاي الخطوة؟ مشان الشحطة كانت على الثمانية والواحد مع بعض تمام يا شباب. مرة ثانية، ليش عملنا هاي الخطوة؟ مشان الثمانية والواحد كانوا مع بعض. طيب سميناها ايش؟ اكس. نفس الخطوة القديمة، ما عملناش شيء جديد. هسا لما تيجي تضرب، تضرب بقديش؟ هناك كنا نضرب ب10، هون راح نضرب ب100. ليش راح نضرب ب100؟ مشان مين اللي تكرر؟ 8 والواحد صح؟ ال8 والواحد كم منزله؟ منزلتين ماشي. ال8 والواحد قديش؟ منزلتين كويس. فراح نضرب الجهتين ب100 ضرب 100 كويس. 100 ضرب اكس 100 اكس. شو معنى ضرب 100 حكينا؟ او ضرب 10، حرك الفاصله بعدد الاصفار. لما كنا نضرب ب10 كنا نحرك مره واحده، لما تضرب ب100 بتحرك الفاصله كم مره؟ مرتين. ما شباب بدنا نحركها مره بعدين ايش؟ مرتين. هنشوف شو بصير معنا. بصير معنا الجواب 8 81 فاصله بعدين ايش؟ 81 1 بتضلها ماشيه للابد.
بدنا نعمل نفس الخطوة. بدك تفصل، شو قصدي تفصل؟ تقدر تقول 81 دينار و 81 قرش تفصلهم عن بعض؟ تقدر تحط الدنانير لحال صح؟ والقروش لحال تمام؟ يلا هاي شو كانت بتمثل؟ هي كانت الإكس نفسها، فبتكتب 100X بتساوي 81 زائد X تمام؟ يلا اخلص من الإكس، ناقص X ناقص X، بتروح الإكس من هون، 100X ناقص X قديش؟ 99X بتساوي 81 تمام؟ هسا كيف بدك تخلص من 99؟ تقسيم 99 تقسيم 99 بتروح مع بعض، والجواب النهائي بيكون 81 على 99 تمام؟ طيب نشوف إذا حدا عنده سؤال. الشباب اللي رافع إيده من المرة الماضية ينزلها مشان نختار حدا. هالة كتاتني تفضلي يا هالة. أستاذ أنا الصوت مش واضح عندي أبدا، مش سامع إشي. خالد اطلع من اللايف وارجع فوت. أستاذ هسا أنا ما بميز بين إن أنا ما بدنا مرات نقسم على 100 ومرات نقسم على 1000 حسب كم منزل كيف يعني؟ حسب فرجيك ركزي معي هون. هون بدنا كم منزل تكررت؟ منزلتين ولا واحدة؟ جاوبيني. أستاذ عشان ما منزلتين. أستاذ 81 نقسم على 9 و 99 نقسم على 9 صح؟ أوكي شباب ركزوا معي. ليش الفرق بين المثال هذا والمثال اللي قبله؟ هون ضربنا 100 وهناك ضربنا 10، ليش؟ هون كم هناك تذكروا المثال 0.4 دوري، مين كان بتكرر؟ الأربعة صح؟ الأربعة هي منزلة واحدة، كيف بدك تعبر عن منزلة واحدة؟ تضربه بعشرة، مشان هيك ضربنا بعشرة. هون 0.81 دوري، مين بتكرر؟ 81 81 81 كم منزل قادر تتكرر؟ منزلتين، كيف بدك تعبر عن منزلتين؟ بتعبر عنهم في 100 ماشي؟ وصلت؟ يعني إن شاء الله تكون وصلتك الفكرة، فمشان هيك ضربنا 100 مش بعشرة. جود البطوش، تفضل يا جود. أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام، بس خلي جود تجاوب الأول بخليك بعدين. تفضل يا جود. يسلم أستاذ. أهلا أهلا وسهلا. طيب سامر تفضل يا سامر. أستاذ لو سمحت. سأل 81 نقسم على 9 و 99 نقسم على 9 صح؟ وبتصير 9 على 11. كيف بدك تبسط قصدك؟ يعني بالوحده بصير بدك تبسطهم يعني قصدك تقسيم 9 تقسيم 9 وبصير 9 على 11 بصير 9 11 نعم صحيح بابسط صوره نعم كلامك صح 100 100 استاذ فكره الثمانيه طيب واحد واحد شباب مشان ما نسج بعض احنا 80 واحد باللايف ما تدوش طيب يا جعبل جعبل تفضل ومعصم جعبل تفضل أستاذ إحنا بالفكرة الثانية؟ نعم بالفكرة الثانية إحنا؟ نعم بالفكرة الثانية بكون في عندك منزلتين قاعدات تتكرر مش واحدة أستاذ لا الشرح نعم سمحت أستاذ لو سمحت تفضل يا خالد أستاذ أنا توقفت هذا أول درس صح؟ إحنا حاليا بالدرس الثاني شباب إحنا حاليا بالدرس الثاني بالوحدة الثالثة أستاذ ممكن حل طب أستاذ ممكن إيش السريع اللي أنا بقوله صفحة 73 اللي ممكن أستاذ أستاذ نعم شباب شباب سلام عليكم تعال بس إحنا كبار صف ثامن بدنا نقعد اسكت وبطل ونحكيش وهذا نحترم بعض واحد واحد يعني راح أخليك تجاوب أطول بالك علي طيب أوكي عبادة تفضل يا عبادة عبادة تفضل ما حد يفتح المايك مرة جانب جرب عبادة عبادة الفعوري نعم الأستاذ المسألة الأخيرة ما فهمتها طيب هسه بعيدة ماشي هسه راح يجي المسألة الأخيرة شكرا طيب خلينا نشوف ثواني شو ننقي حدا جديد من هون
سلطان يوسف، تفضل سلطان يوسف. سلطان يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام. عاطف، عاطف فوزي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. أستاذ ممكن تحل أتحقق من فهم صفحة 75؟ طول بالك، هذا دورك، أنت أخذ دور غيرك، صح محمد؟ طيب خلينا نشوف. إبراهيم، تفضل إبراهيم. إبراهيم عجلان، تفضل إبراهيم. طيب أستاذ مثال نبلش في الدرس الثالث. يلا حسنا نبلش، بس خلينا نعيد هذا المثال. يلا ناس شباب، نعيد المثال بشكل سريع. طيب نيجي هون، أول شيء بكتب لك هو إيش؟ أكتب مثلا العدد الكسر العشري الدوري 0.81 دوري. شو معنى شرطة هاي؟ معناتها دوري، يعني بتروح تعمل أول خطوة إيش؟ تفرط لي إياها. كيف يعني تفرطها؟ يعني تكتبها إيش؟ مكررات. مين تكرر؟ الواحد وثمانين ظلت تتكرر لحالها، صح؟ سميها إيش؟ إكس. طيب بعدين بدنا نضرب، ما راح نضرب بعشرة. ليش ما راح نضرب بعشرة؟ كم واحد تكرر؟ عندك منزلتين، الثمانية والواحد. مش منزلة واحدة، منزلتين. شو معنى منزلتين؟ بتضرب بمية. ما الشباب تضرب في 100، فضرب 100 ضرب 100. شو معنى ضرب 100؟ حرك الفاصلة مرة ثانية، تيجي بتحركها هون وبعدين تيجي بتحركها وين؟ هون. كويس. طيب نكمل، 100 ضرب اكس 100 اكس بتساوي حركة الفاصلة منزلتين، بصير ايش؟ 81.81 وبتضلها ماشية. تمام. ال 81 دينار زي ما حكينا، وواحد وثمانين قرش، تقدر تفصلهم؟ نعم، تقدر تكتبها 81+81 قرش، صح؟ هاي مش هي نفسها الإكس؟ مش إحنا لما بلشنا مثلا كتبنا بدل 0.818181 كتبناها بإكس؟ إيش بتحط بدالها؟ قديش؟ إكس. يلا ناقص إكس، ناقص إكس بتروح 100 ناقص إكس 99 إكس بتساوي 81 تقسيم 99. ليش؟ مشان نخلص من 99. بتروح اكس بتساوي، لو بدك تبسطها زي ما لو زي ما ذكرنا، تقسيم 9 تقسيم 9 تطلع قديش؟ 9/11. تمام، طلعت على صورة A على B. طيب ان شاء الله تكون وصلت الفكرة. طيب اوكي، نيجي بدنا نفوت بالدرس الثالث. اوكي خلونا نكمل يا شباب. راح نبلش هسه بشيء جديد اسمه المتتاليات. خلينا نشوف شو قصه المتتاليات. طيب المتتاليات، المتتاليات هي ايش؟ يعني علاقه بين الارقام، تقدر تتخيلها كيف؟ يعني تجيك ارقام ورا بعض، يعني 2 5 8 11 وبتضلها ماشيه زي هيك. ماشي، شو القصه؟ بدك تعرف اكثر من شغله في المتتاليات. عندنا شيء اسمه حد، هذا ما نسميه شايف المكان، الحد هو المكان. استاذ ممكن تعلي صوتك؟ ماشي هسه بعلي صوتك. اول شيء يا شباب بدك تعرف في المتتاليات انه في عندك شيء اسمه الحدود. شو هو الحدود؟ الحد هو المكان، تخيلوا يعني ايش؟ قطعه ارض، ماشي؟ حد اول هذا ما نسميه، هذا المكان الثاني، حد الثاني. هذا شو بنحميه؟ حد ثالث. هذا شو بنسميه؟ حد رابع. تمام. اول فكره لازم تعرفها هي الحدود. شو معنى حد؟ هو المكان. شايف الاثنين؟ الاثنين تقع في المكان الاول. شو معنى مكان اول؟ بنسميه حد الاول. الخمسه تقع في المكان الثاني. شو معنى المكان الثاني؟ حد اثنين. الثمانيه بالمكان الثالث، يعني حد ثلاثه. تمام. طب هاي شو معنى حد؟ لازم نعرفها مشان نقدر نحل. الشغل الثاني عندنا شيء اسمه القاعده. في عندنا قاعده. شو قصدك القاعده؟ يعني القاعده هي شو العلاقه بين الارقام هاي؟ في علاقة معينة، يعني يا بتجمع يا بتطرح يا بتضرب، ماشي؟ خلينا نشوف. لو جيت قلت 2 مشان 2 تصير 5، كيف بدك تحول 2 ل 5؟ انت بتحولها ايش؟ لو جمعت 3، مش لو جمعت 3. 2 زائد 3 بتتحول ل 5. طب اتأكد الثلاثة شغالة. شو قصدي شغالة؟ لازم الثلاثة تزبط عليهم كلهم، ولا ما بنقدر نسميها قاعدة.
متى بنسميها قاعدة؟ لما تكون بتزبط عليهم كلياتهم. طيب 2 زائد 3 بتعطيني 5. طب كمل، لو قلت 5 زائد 3 بتعطيك 8، نعم فعلا بتعطيك 8. طب كمل، لو قلت 8 زائد 3 بتعطيك 11، برضه بتعطيك 11. معناته شغالة ولا مش شغالة؟ زائد 3 شغالة عليهم كلهم. في هاي الحالة بنسميها القاعدة. معناته شو القاعدة للمتتالية هاي؟ أضف كم؟ 3. وصلت شباب؟ مرة ثانية، شو القاعدة؟ أضف 3 أو إضافة 3. وصلت؟ فمعناته أول شيء بدك تعرفه في شيء اسمه الحد. الحد هو المكان، ماشي؟ يعني هذا المكان الأول، المكان الثاني، المكان الثالث، المكان الرابع. حلو؟ بعدين بدك تفهم شو معنى قاعدة. شو معنى قاعدة؟ اللي بتزبط عليهم كلياتهم، ماشي؟ لازم تزبط عليهم كلهم. خلينا نشوف مثال ثاني. جيت وقلت لك 4.1 فاصلة 4.3 3.9 3.5 3.1. طيب بقول لك، طبعا السؤال خليني اكتبه، طيب خليني اكتبه فوقه او تحت، خلاص بكتبه تحته. بقول لك اذا كان الحد الأول، الحد الأول هو هاي المكان الأول، ماشي؟ الحد الأول في المتتالية هو 4.7، ماشي؟ وال شوي شباب، لا أنا طيب ثواني تركوا الحل هيك، ششناكوا الحل. ثواني ثواني ثواني، نرجع لكم السؤال. بقول لك إذا كان الحد الأول في المتتالية هو قديش؟ 4.7، ماشي؟ الحد الأول يعني المكان الأول، ماشي؟ والقاعدة التي تربط كل حد بالذي يليه هي ايش؟ طرح كم؟ 0.4، فاجد الحد الخامس. طب شباب نقرا السؤال من اول جديد. بقول لك في عندنا الحد الاول معروف، وقال لك انه 4.7، هيني كتبت 4.7، تمام؟ والقاعده معطيك اياها، شو هي القاعده؟ بقول لك اطرح، هاي القاعده، طرح 0.4. شو معنى اطرح؟ يعني بدك تمسكها هذا الحد الأول وتطرح منه 0.4. اطرح منها 0.4، كم بطلع الجواب؟ بطلع الجواب قديش؟ 4.3، صح؟ كمل، ليش بدك تكمل؟ عشان هو بده الحد الخامس. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الحد الأول، صح؟ هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الحد الثاني، اوكي؟ هذا اسمه الحد الثاني. هسه بدنا نلاقي ايش الحد الثالث، بعدين نلاقي الحد الرابع، اخر شيء بدنا نصل ايش؟ الحد الخامس. طيب خلينا ايش نكمل. شايفين هاي؟ امسكها وكمل. شو كمل؟ يعني اطرح منها 0.4، كم بطلع جوابها؟ اوكي بنغير اللون. طيب 4.3 ناقص 0.4، ماشي؟ لو بدك تكتب هاي تقدر تحلها، 4.3 ناقص 0.4. يلا 3 ناقص 4 تطرح بصير؟ ما بصير، تأخذ من جارتها، صح؟ قلنا 3 هاي بصير قديش؟ 13، بصير تنزل الفاصلة 3 ناقص 0 3، بطلع جواب قديش؟ 3.9. كمل اطرح 0.4 مرة ثانية، بطلع عندك قديش؟ 3.5. كمل اطرح 0.4، بطلع معك الجواب قديش؟ 3.1. معناته شو هو الحد الخامس؟ 3.1. تمام؟ طيب خلينا نشوف إذا حد عنده سؤال عن المتتاليات. يوسف الشطناوي، تفضل يا يوسف. تفضل يا يوسف. حد تحقق من فين؟ صفحة 77. 77. طول بقى.
تمام. هسه وسعد صفحة 74. مين بحكي؟ يوسف ولا أتحقق من فيه؟ مش فاهمة. ماشي هسه بحلها. اللي هيني فات عليها صح؟ أنت شايفها هون؟ لا صفحة 74 مش 77. أستاذ مو سؤال. 74 أنت رجعت على الدرس الماضي صح؟ أيوه إحنا شباب معلش الصوت. أستاذ. هو بلغي الحصة هسه هذا. شباب وضعكم مش طبيعي إنه نصير كلنا نحكي مع بعض. ما حكينا 100 مرة كل نمط لايف نفس القصة نطول بقى مع بعض. بخليك تجاوب بس طول بالك علي. طيب مرة ثانية خلينا نختار واحد ثاني. يوسف انت سؤالك بالدرس الماضي حملني لاخر الحصة بقدر اجاوبك هسه مشان احنا هسه في درس المتتاليات. اذا حد عنده سؤال عن المتتاليات يرفع ايده. طيب صفا تفضل يا صفا. صفا استاذ مستمعين اولا الصوت لانه صحت مش فاهمين لانه في حدا بسولف هيك ايش نحن سامعين. ماشي هسه بطفي المايكات ما بخلي حد يسولف غيري. طيب اوكي محمود السيارات تفضل. محمود شكرا يا استاذ على الشرح. اهلا عفوا. اهلا تفضل يا فرح. فرح فايز لو سمحت حتى مثلا يعني لو يعطينا الحد الاول وهو يحكي لنا مثلا زيدي او نقصي بس يعني مثلا بنناقص وبنطلع الجواب. صحيح بضلكي تمشي بضلكي تمشي لحتى ما توصلي للحد اللي هو بده اياه. يعني بده الحد الخامس يعني بده المكان الخامس تمشي مره مرتين ثلاث يعني اربع خمس وبعدين بتوقفي. يعني كل ما اوجد حد بنقص او بطرح. ايوه او بجمع حسب السؤال. تمام يسلم. كمان كل ما اوجد حد نسميه الحد الاول او الثاني او او حسب الحد. ماشي طب استاذ ايش حكيتي ما سمعت ايش بالله اخر واحد سالتي استاذ الحد اي حد بيكون مثلا الحد الاول اي رقم مثلا 2.5 بيكون الحد الاول ثاني الثاني زي الثالث هو الثاني بتقول الثاني الثالث هو الحد الثالث الرابع للرابع والخامس هو الخامس. طيب اوكي شباب خلونا نكمل. اوكي اخذنا هاي الفكره خلينا نشوف شغله ثانيه. طيب بنفس الدرس المتتاليات اوكي بقول لك اذا خلينا نكتب السؤال. اذا كانت قاعده الحد العام حد العام للمتتاليه ركزوا معي شوي هذا مهم هي اضرب الحد في 3 ثم اجمع 2 ماشي فأجد كلا من الحدود السادس والثامن. هنشوف شو قصة السؤال هذا ركزوا معي. أول شيء بقول لك إذا كانت قاعدة الحد العام شو هي القاعدة؟ أضرب الحد يعني رقم الحد إذا قال لك الحد الأول يعني قول 1 ضرب 3 ثم أجمع 2 هاي إيش القاعدة؟ ماشي؟ هاي اللي راح نستخدمها للحل. بقول لك شو جد الحد السادس حد السادس جد الحد السابع جد الحد الثامن تمام؟ خلينا نشوف كيف نعملها. طيب بقول لك القاعدة شو أضرب الحد في 3 ماشي. طيب خلينا أحطك مثال ثاني. لو قلت لك الحد 2 يعني شو راح تحكي؟ 2 ضرب 3 ثم أجمع 2 هذا لمين؟ إحنا بنحكي عن الحد الثاني. ليش الثاني؟ أنا مثال من عندي ألفته حد 2 ضرب 3 6 6 زائد 2 8 معناته المكان تبع الحد الثاني شو راح تحط فيه؟ تحط فيه 8 تمام؟ طيب نوجد الحد السادس شو القاعدة بقول لك أضرب الحد يعني 6 إحنا هسه بنتكلم عن الحد السادس 6 ضرب 3 زائد 2 تمام؟ طيب 6 ضرب 3 كم؟ 18 18 زائد 2 20 معناته الحد السادس لو ظلك تمشي وتصل للحد السادس كم راح تحط جواته؟ راح تحط جواته 20 تمام؟ كمل السؤال شو كمان طلب؟ حد السابع
يعني 7 ضرب 3 زائد 2. 7 ضرب 3 21. 21 زائد 2 كم؟ 23. معناته المكان اللي فيه الحد السابع شو راح تحط جواته؟ 23. هتشوف الحد الثامن. الحد الثامن يعني شو؟ 8 ضرب 3 زائد 2. يلا 8 ضرب 3 24 زائد 2 26. معناته جوا الحد الثامن راح تكتب قديش؟ 26. تمام شباب؟ وصلت؟ طيب حد عنده سؤال؟ بالنسبة لهاي الفكرة شباب ما ترجعين على درس ماضي، بالنسبة لهاي الفكرة اللي هسه شرحتها حد عنده سؤال فيها؟ اللي ما عنده ينزل ايده مشان نعطي مجال لغيرنا. تفضل يا محمد اللي مأشر عليه محمد. ايه لو صباح طولي بالك لو سمحت انه خلي محمد يشارك. طولي بالك بخليك هسه بس. تفضل يا محمد. طيب رشان نابلسي. تفضل يا رشان. تعيمي طبعا الحل او اي سؤال نحل او اتحقق اي واحد او اتدرب اي واحد ايش راح نحل هلا؟ والله مش فاهمه لك ايش تدرب شو ما اتدرب هلا. هلا في اشياء بدنا نحلها غير اتحقق او مثال؟ لا تقريبا خلصنا يعني. بضل عليه شوفي مشان تتدربي انت للامتحان تبعك بدك تحلي مسائل ماشي، يا بتحلي اسئله الكتاب او مثلا اتحقق من فهم الموجوده في الكتاب، او بتفوتي على بنك الاسئله الموجود بالمنصه وبتحلي في اسئله مشكله هناك بتكون قريبه بتكون قريبه من الكتاب. تزول بلاقي بنك الاسئله ما جاوبوك بالتعليقات. طيب اشوف لك بالتعليقات. هسه بنخلي عبد الله ثواني خليك معي بالله. ممكن استاذ ما جاوب استاذ. طبعا من خلال هذا الرابط ممكن شباب في عندنا حصص خصوصي بالمنصه ماشي، اللي بده حصص خصوصي بالمنصه شباب معلش شوي بس تحملوني، اللي بده حصص خصوصي بالمنصه بيقدر يفوت في الرابط ايوه بالكومنتس، بتكون الحصه فرديه واحد لواحد. تمام شباب. طيب نكمل بالنسبه للبنك الاسئله هسه بخلي حدا يجاوبك بالتعليق شباب. بالنسبه لبنك الاسئله ما هو شباب طيب. بالنسبه لبنك الاسئله هسه بخلي حدا يجاوبك كيف تفوت عليه. طيب دينا السيد، بس دينا السيد تفتح المايك شباب، اذا هسه شفت حدا فاتح المايك غير دينا السيد بطلع بعمل له بلوك. دينا السيد تفضلي. مرحبا. لا صفحة 79 عادي تشرح لي عن قاعدة الحد العام. 79 قاعدة الحد العام ما فهمت رقمها بيكون 2. قاعدة الحد العام ماشي هسه. طب خل ثواني شوي ماشي هسه بنحكي عنها. هسه بشرح لك زي المثال هذا، بشرح لك مثال زيه خليك معي هسه بنشرح مثال. نعم أستاذ ممكن سؤال؟ تفضل يا أستاذ ممكن سؤال؟ أستاذ نعم تفضل. في ممكن تشرح لا بديش تشرح لي بديش شاب بحكي دقيقة شو في شاب بحكي تفضل بس مش مبين اسمك. تشرح لي الزوايا المثلث عشان بكرة عندي امتحان فاينل فيهم. والله هي شو اسمك انت؟ والله صعب اشرح لك الزوايا اليوم. شوف فوت على المنصه، انت عندك مفتاح اشتراك؟ طيب فوت على المنصه، مشروحات الفيديوهات قصيره يعني مش راح تاخذ معك ساعه بالكبير بكثير، هذا كثير راح تاخذ معك ساعه. ادرسهم من الفيديوهات المشروحه يعني نزلات يعني موجود اسم الدرس افتح عليه اكبس عليه بتقدر تحضر فيديو بكون مشروح بشكل تفصيلي. فاهم عليك يا اخ استاذ عشان اليوم شباب اللايف تبع اليوم هو عند وحده ثالثه فهمت علي كيف؟ راح اعذرني. طيب اوكي خلونا نكمل على فكره الدرس عشان ما اضلش كثير وقت. خلونا نكمل هاي الفكره. لو جيت قلت لك عندك ايش؟ دويره واحده بعدين عندك خمس دويرات صغيره هيك بعدين عندك تسعه تمام بعدين عندك قديش؟ اربعه وعندك 1 2 3 4 12 13 يعني بدي ارقم لك اياهم. هاي فيها حبه بدي اكتب لك فوق، هاي فيها 5 هون في عندك 9 هون في عندك 13 تمام.
كيف بدنا نوجد الحد العام؟ اول شيء بدك تكتشف النمط، القاعده، القاعده العام يعني الواحد كم بدها لحتى تصير خمسة؟ بدها أربعة، صح؟ كم بدها؟ بدها أربعة. الخمسة كم بدها لحتى تصير تسعة؟ بدها أربعة. طب التسعة زائد قديش تعطيك 13 زائد أربعة، تمام؟ معناته القاعدة شو هي؟ هي إيش؟ اجمع أربعة أو أضف أربعة. طيب القاعدة العامة شو بتسوي؟ شايف الأربعة؟ بتكتب أربعة إكس. مرة ثانية بتمسك القاعدة اللي طلعت معك وبتكتب من جنبها إكس، تمام؟ طيب مش هذا اسمه الحد الأول؟ خلينا نحط نوع ثاني. مش هذا اسمه الحد الأول وهذا اسمه الحد الثاني، هذا إيش اسمه الحد الثالث وهذا اسمه الحد الرابع. طيب عوض بدل إكس بالحدود، يعني أربعة ضرب واحد أربعة، بدي أحطها بلون هون، بدي أحطها وين؟ تحت الحد الأول أربعة. عوض الحد الثاني أربعة ضرب اثنين ثمانية، عوض بدل الحد الثالث أربعة ضرب ثلاثة 12، أربعة ضرب أربعة 16. طيب مفروض يطلع معك إيش؟ واحد. مش مفروض يطلع معك الجواب أربعة، المفروض يطلع معك الجواب خمسة، مش مفروض يطلع معك ثمانية، المفروض يطلع معك الجواب تسعة مش 12، المفروض يطلع 13 مش 16. طيب كيف بدك تضبطها؟ بتروح إيش؟ الأربعة بطرح قديش لحتى تصير واحد؟ بطرح ثلاثة. طب خلينا نتأكد، الثمانية لو طرحت منها ثلاثة بطلع خمسة؟ بطلع خمسة، صح. طب ال 12 لو طرحت منها ثلاثة بطلع تسعة؟ بطلع تسعة. ال 16 لو طرحت منها ثلاثة بطلع 13؟ نعم بطلع 13. معناته قاعدة الحد العام هي 4x ناقص 3، تمام؟ معناته أول إشي شو بتعمل؟ تكتشف زائد قديش أو ناقص قديش لحتى تطلع قاعدة العامة. عرفنا إنه 1 زائد 4 تعطيك 5، ال 5 زائد 4 تعطيك 9، التسعة زائد أربعة تعطيك 13، كتبنا 4x. بعدين بتكتب تحت كل حد الجواب، يعني أربعة ضرب الحد الأول اللي هو ضرب واحد تعطيك 4، أربعة ضرب الحد الثاني اللي هي 2 تعطيك 8، أربعة ضرب ثلاثة اللي هي الحد الثالث تعطيك 12، أربعة ضرب 6 4 اللي الحد الرابع تعطيك 16. بس شو المشكلة؟ الجواب مفروض يطلع 1 مش مفروض يطلع 4، الجواب مفروض يطلع 5 مش مفروض يطلع 8، مفروض يطلع 9 مش 12. بدنا نظبطها، كيف نظبطها؟ يعني 4 ناقص قديش بيعطيك 1؟ 4 ناقص 3، فحطيت ناقص 3. اتأكد 8 ناقص 3 هل فعلا تعطيك 5؟ نعم. 12 ناقص 3 هل فعلا تعطيك 9؟ نعم. و16 ناقص 3 برضو تعطيك 13، فمعناته القاعدة شمالها صحيحة. حد عنده سؤال؟ طيب نشوف جود البطوش، تفضل يا جود. أستاذ بدي أسألك إيش يعني الحد العام والرتبة؟ الحد العام هو الحد العام زي القاعدة العامة اللي بتزبط لكل إشي. يعني إذا بدك أوجد الحد المية بتحط بدل إكس مية، أربعة ضرب مية 400، 400 ناقص 3 300. طب إيش يعني الرتبة؟ ما ضرب الأستاذ هسه لو كان في كسر الدرس الفات. نعم لو كان في كسر يعني أستاذ إيش يعني الرتبة كمان؟ شباب معلش والله مش سامع والله مش سامع كويس شباب، مش قادر أركز، مش إنه ألف واحد بحكي بإذني، يعني مش قادر أسمعك بالمرة. طيب أوكي نكمل يا شباب، مش إنه ما ضلش كثير وقت. نشوف إيش الدرس الرابع. الدرس الرابع كثير 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 مش متخيل قديش مهم، اسمه الاقترانات. عشان خلينا نشوف شو قصة إيش الاقترانات. أوكي الدرس الرابع درس الاقترانات، تمام؟ أول إشي وأهم فكرة تفهمه اللي عندك إيش اسمه مدخلات وإيش اسمه إيش مخرجات. الإكس هي بتمثل المدخلات، ماشي، والواي هي بتمثل إيش المخرجات، تمام؟ طيب خلينا نشوف شو قصة المدخلات وشو قصة المخرجات. بيجيك سؤال يعني لو قال لك واي بتساوي 2x ناقص 5، ماشي، بقول لك اوجد المدخلات واوجد ايش المخرجات. طيب خلينا نشوف شو القصه. بيجيك 1 2 3 4، المدخلات بتكون ايش جاهزه. طيب شو قصده بالمخرجات؟ تتذكروا من اول ما قلنا حكينا مدخلات معناتها اكس، مخرجات معناتها واي، تمام؟ يعني المدخلات تخيلها زي ايش، انت شغلات بتحطها مثلا جوه الماكينه، ماشي، مثلا كيف إذا حطيت مثلاً قهوة حب
شو بيطلع لك مثلا؟ مثلا بتطحنها وبتحط عليها هي مي، بتطلع لك ايش؟ القهوة كاسة، صح؟ المخرجات بتكون هي القهوة، كاسة القهوة جاهزة. معناته المدخلات مثلا ممكن تكون سكر، ممكن تكون قهوة، ممكن تكون حليب، المخرجات هي كاسة القهوة. طيب معناته المدخلات مش احنا حكينا هي الاكس، معناته بتحط بدل اكس المدخلات، يعني 2 شايفينها، وبدل اكس تحط ايش؟ ضرب 1 ناقص 5. مرة ثانية بتستبدل الاكس بالمدخلات اللي هي 1، بتروح بتحلها 2 ضرب 1 2، 2 ناقص 5، 5 ناقص 2 3، وإشارة الكبير اللي هي -3. معناته الجواب، ها الجواب أو المخرجات للواحد شو كانت؟ -5. خلينا نكمل. لو قال لك المدخلات 2، شو معنى مدخلات 2؟ يعني حط بدل المدخلات اللي هي إكس حط 2، 2 ضرب 2 ناقص 5، 2 ضرب 2 كم 4، 4 ناقص 5. يلا تطرح ثم ضع إشارة الكبير اللي هي إيش؟ 5 سالب 1. كويس، نيجي إيش دور الثلاثة؟ حط شو معنى مدخلات 3؟ استبدل، استبدل بدل الإكس بثلاثة، فبيصير 2 ضرب 3 ناقص 5. يلا 2 ضرب 3 قديش؟ 6، 6 ناقص 5 1. كويس، نفس الإشي بالنسبة للأربعة، شيل الإكس وحط بدالها، عوض بدالها 4. يلا 2 ضرب 4 8، 8 ناقص 5 قديش؟ 3. تمام، أول فكرة بالدرس اللي هي بيجيك جدول بتعبي مدخلات، المدخلات بتكون جاهزة، يعني هو بيكون بيعطيك إياها، وأنت تحسب المخرجات. مرة ثانية كيف نحسبها؟ تستبدل. كيف يعني تستبدل؟ بشيل الإكس وبحط بدالها مثلا 3. ها كانت المسألة اللي شايفينها، هسا بحطها باللون مثلا أصفر، هاي هاي كانت المسألة، بتشيل الإكس وبتحط بدالها قديش؟ 3، 2 ضرب 3 6، 6 ناقص 5 1 طلع معنا المخرجات. طب لو كانت 4 بستبدل المدخلات اللي هي إكس بستبدلها ب4، بصير 2 ضرب 4 ناقص 5، 2 ضرب 4 كم 8، 8 ناقص 5 3. تمام، حدا عنده سؤال عن المدخلات والمخرجات؟ خلينا نشوف رانيا، تفضلي يا رانيا. تفضلي رانيا. مرحبا استاذ. اهلا اهلا وسهلا فيك. إيه انا ما لحقت الفيديو، بقدر الاقي فيديو مسجل للشرح؟ موجود بالتعليقات، موجود رابط اليوتيوب، موجود على الفيديو تبع، راح يكون الفيديو تبع اليوم وفيديوهات قديمه. شكرا. دينا تفضلي. لو سمحت شباب، دينا تفضلي. يلا يا دينا. دينا السيد. بس دينا يا شباب. معلش. طيب. ممكن تعيد المسألة؟ ماشي هسه بعيد المسألة. لو سمحت. ماشي ماشي هسه بعيد. أستاذ إيش؟ ما سمعتك، ايش تحكي؟ طيب الشباب ماشي، خلينا نعيد المسألة مرة ثانية. شو معنى مدخلات وشو معنى مخرجات؟ معناتها ايش؟ عوض، يعني شيل الواحد، اسف شيل الاكس حط بدالها 1. مثلا لو اعطيتك مثال ثاني، قلت لك واي بتساوي 3x ناقص 1، تمام، واعطيتك جدول صغير قلت لك هاي مدخلات وهاي مخرجات، تمام، مدخلات مثلا 1 واعطيتك مثلا الاثنين. يلا بشكل بسيط، شو معنى مدخلات؟ المدخلات معناتها اكس، وشو معنى مخرجات؟ معناتها واي. شيل المدخلات اللي هي اكس وحط بدالها 1، فبصير 3 ضرب 1 ناقص 1، يعني اعاده كتابه المساله. تمام، 3 ضرب 1 3، 3 ناقص 1 قديش؟ 2. يلا دور تكون 2. 3 ضرب 2 ناقص 1، 3 ضرب 2 6، 6 ناقص 1 5. تمام، فهذا الجواب تبع، يعني اذا كانت المدخلات 1 كم بتكون المخرجات؟ 2. اذا كانت المدخلات 2 كم بتكون المخرجات؟ 5. تمام، طيب خلونا نكمل. لو جيت وقلت لك اكتب
قاعدة الاقتران كل مما يلي. بيجيك السؤال اكس، بيجيك سهم زي هيك جوا الصندوق، هذا كله جاهز. بيجيك السؤال ماشي، ضرب اكس، بيجيك سهم ناقص 2، شو بتروح بتسوي؟ بدك تكتب انت القاعده. كيف تكتب قاعده؟ دائما بدك تبلش بواي يساوي. مره ثانيه كيف تكتب القاعده؟ خلينا نحط صح شوي. طيب القاعده خلينا نكتبها، دائما بتبلش بواي. دائما لما تيجي تكتب القاعده كيف تكتب واي بتساوي. طيب شو عملت؟ هاي ضرب مش اكس يا شباب، خلينا نحطها نجمه عشان ما تخربط. شو معنى ضرب 6؟ معناته اكس ضرب 6 ماشي. اكس ضرب 6 قديش؟ 6 اكس. تكتب كم؟ 6 اكس. بعدين بس تخلص، يعني انت خلصت من الصندوق الثاني بتضلك ماشي ناقص 2، شو بتروح تكتب؟ تكتب ناقص 2. فكرة كثير 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 سهلة، بتحط واي بتساوي وبس بتعبي هذول. خلنا ناخذ مثال ثاني، الماث كثير ركز معي، بدي احط مثال ثاني يا شباب للي ما فهم. يلا اكس بيجيك سهم وبيجيك صندوق ماشي. يلا تقسيم 5 بكمل بقول لك مثلا ايش؟ زائد 3. يلا اكتب القاعده. كيف تكتب القاعده؟ واي بيساوي مين التقسيم 5؟ الاكس، مش الاكس بدها تفوها، شايف الاكس بدها تفوت على الصندوق، شايف الاكس بدها تفوت على الصندوق. يعني اكس تقسيم 5 ماشي كمل زائد 3. حلوه، معناته اكس تقسيم 5 زائد 3. خلينا ناخذ واحده ثانيه. لو جيت وقلت لك واحده ثانيه اكس بدها تفوتها هاي صندوق، شو مكتوب فيه؟ زائد 9. ركزوا لي على هاي والله. وايش ضرب 5؟ ضرب 5 تمام. يلا اكس زائد 9، كيف القاعده راح تكون؟ واي بتساوي اكس زائد 9. هسه مشكلتي لما تيجي تضرب ضرب 5 يا شباب، اذا كتبتها هيك الضرب راح يكون للتسعة ولا لكل شيء؟ الضرب راح يكون بس للتسعة بهاي الطريقة، هاي الطريقة غلط. فمعناته شو بتروح تسوي؟ بتحطها بأقواس. ليش بأقواس؟ مشان الضرب 5 لكل شيء قبله. آخر خطوة كانت ضرب 5، يعني الضرب 5 لكل الجواب القديم. شو كان الجواب القديم؟ X زائد 9، يعني كاملة. شو معنى كاملة؟ بتحطها بين أقواس. مرة ثانية، شو معنى كاملة؟ بتحطها إيش؟ بين أقواس، بعدين بتكمل ضرب 5. معناتها هاي مهمة، بدك تنتبه لما تكون آخر خطوة ضرب أو قسمة، انتبه هنا بتكون لكل إشي قبل. شو معنى كل إشي قبل؟ بتحطها بين أقواس. مع الشباب؟ طيب اللي عنده سؤال بالنسبة للهاي الأسهم، هاي المخطط هذا، يرفع إيده. أوكي. حمود المجالي، تفضل يا حمودة. أستاذ تفضل يا حمود المجال. أستاذ هسا إنه التعليقات مش راضين يفتحوا عندي، بس هذا الدرس إنه إحنا فاهمينه لأنه أنت شرحت لنا إياه. أنا هذا الدرس بسرعة أستاذ، يعني أستاذ الباس شباب 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 شباب، طولوا بالكم طولوا بالكم، صرنا كنا نحكي. مرة ثانية رجعنا الكل يحكي. ايش طب ثواني شوي. طيب يا جود هسه بخليك تسال، طولي بالك معي. شوق تفضل يا شوق. شوق تفضلي، شو سؤالك؟ معلش يا شباب، ما حدا غير شوق يفتح المايك. استاذ فيك تعيد لي اخر مثال؟ ماشي هسه بعيد اخر مثال. طيب لو سمحت زينة تفضلي يا زينة. هلا استاذ لا ترجع على رياض. رياض رياض لا تخلينا نطلعك من اللايف، خلي زينة تحكي. يلا يا زينة. هلا ليش ما طلع النتيجه لما هسه اعطتنا الاسئله؟ ليش ما بنقدر نطلع النتيجه؟ ليش ما بنقدر نطلع النتيجه؟ هو مش طالب النتيجه، هو بس حكى لك اوجد القاعده العامه. كيف القاعده العامه؟ بنكتبها واي بيساوي وبنكتب هاي بس، ما قال لك نتيجه. فاهم عليك؟ بس بشكل عام قاعده، ما حكى لك هاي الأولى 6x ناقص 2 طلع إجابتها.
ما في إجابة إلها، يعني فاهم عليك؟ هاي قاعدة بشكل عام. يعني لو حكى لك، لو حكى لك يا شباب ما أنا قاعد بحكي، يعني مش طبيعي، يعني نحترم بعض. يعني إذا أنت بتحكي وأنا بحكي أنت مش محترمني صح؟ مضبطش الكلام هذا. طب سؤالك كان إنه ليش ما حلينا؟ ما في حل. قاعدة عامة، يعني بشكل عام، بشكل عام فاهم عليك كيف؟ أكتبها. ما حكى لك حلي بشكل بشكل خاص، يعني ما فيش حل، بس هي قاعدة، أكتب القاعدة. تفضل يا سلطان يوسف. سلطان يوسف. أستاذ أنا مش أستاذ ممكن سؤال ثاني؟ بنفع تعيد السؤال وتحط ما آخر إشي اللي خلص؟ شباب اللي بيحكي راح أطلع من اللايف. مين فاتح كير سلطان راح أطلع. سلطان تفضل. طيب مجد تفضل يا مجد. مجد تفضل. هذا استاذ انا عندي سؤال. تفضل يا مجد احكي. استاذ بدرس المتتاليات ما شرحت لنا اخر فكره. مش فاهم عليك اي فكره. شباب شباب الصوت صوت معلش واحد واحد. لو استاذ انا دينا. تفضل يا دينا شو بدك؟ هلا بدرس المتتاليات عندي سؤال. انت حكيت انه بنضرب، اعطيتنا مساله اللي كان فيها ضرب اثنين، نضرب فيها باثنين. وين هنضرب فيها باثنين؟ اي وحده اللي شرحتها من قبل؟ شرحنا كثير شغلات. شو اي وحده غلط؟ دقيقه حلو تحلو. عندي سؤال على حل المعادلات. حل المعادلات. طب طوالي طوالي خليك معي شوي. نعم ايش سؤالك؟ عادينا كملي. عفوا صفحة 83 على المخرجات والمدخلات. طيب ماله؟ ما فهمت انه هلا انه مثلا يقول لي انه واي تساوي 2 اكس ناقص 5. ماشي. كيف حلها يعني؟ ما 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 فهمت كثير. طيب ثواني. طيب شباب بس خلينا احل بس شباب هاي اخر وحده ثواني. طيب y تساوي 2x ناقص كم كان الثلاثة؟ طيب لو كان في عندك مدخلات ماشي، المدخلات بتكون مختلفة، ممكن يكون 1 2 3. شو معنى مدخلات؟ بدل x بستبدلها بالمدخلات، يعني 2 ضرب 1 ناقص 3. 2 ضرب 1 2، 2 ناقص 3 ناقص 1. كملي. 2 ضرب 2 4، 4 ناقص 3 يعني ها 2 ضرب 2 ناقص 3. 2 ضرب 2 4 ناقص 3 1. يلا نكمل. 2 ضرب المدخلات 3 يعني استبدل الاكس ب 3. 2 ضرب 3 6، 6 ناقص 3 3. تمام هيك يعني الطريقه بتستبدلي المدخلات بدل ايش؟ الاكس. تمام. طيب يا شباب هيك ان شاء الله بنكون غطينا اهم الافكار. لايف اليوم انتهى، بنكمل ان شاء الله المره الجايه مع الشباب. واهلا وسهلا بالجميع ويلا السلام عليكم.